مع المونديال او كاس العالم اللي الناس كلها بتستناه وبتترقبه، في كاس عالم تاني موازي المره اللي فاتت اتعمل في البرازيل وكان له صدى طيب جدا، المره دي بيتعمل برضو في روسيا مع كاس العالم اللي الكل بينتظره. عرفناه من 4 سنين بانه كاس العالم لاطفال الشوارع، مع المونديال السنه دي كاس العالم لاطفال بلا مأوى. الحقيقة المشروع ده عظيم جدا، عظيم مش بس لأهدافه النبيلة إنما كمان لنتائجه المبهرة. الدنيا كلها وبالذات دول العالم الثالث اللي لها الله يعني فيها كتير من الأطفال اللي بلا مأوى، وما بالك طفل بلا مأوى في دول زي دولنا، بيبقى الضياع هو الأوبشن أو هو الاختيار الأول قدامه بالتأكيد. لما يجي ناس عندها مش بس قلوب رحيمة، عندها رؤية وعندها جهد وعندها حماس، نهاية تقول لهم طب إحنا هنخليكم تدخلوا في نشاط كلكم بتحبوه وبتمارسوه في الشارع، بس هيبقى مقنن ومنظم وتنافسوا فيه أطفال تانيين في العالم. منتخبنا أو منتخب أطفال بلا مأوى في مصر السنة دي في حاجة جديدة، يعني المرة اللي فاتت في المونديال شاركنا والحقيقة أدوا أداء كويس جدا، إنما المرة دي أول مرة هيبقى في منتخب البنات، بنات بلا مأوى هيسافروا معاهم. قد إيه المشروع ده مبهر بكل ما فيه وكل القائمين عليه واللي بيشتغلوا عشان يدربوا ويصفروا الأطفال دول. احنا موجودين تاني من 4 سنين مكملين بفرقه ابطال الشوارع للنفس من 2014. البرازيل كانت اول حاجه بالنسبه لنا ابتدينا بيها وطلعنا بفريق ولاد، الحمد لله السنه دي في 2018 بعد مجهود 4 5 سنين دلوقتي طالعين بفريق ولاد وبنات. كنت معاهم من 4 سنين في سفرة البرازيل، بس أنا عشان كنت أنا صغير فما ينفعش أنزل يعني أبقى أسافر معاهم، فلما كبرت بقيت معاهم يعني وخلاص أسافر، وأنا كان نفسي إن أنا أسافر أساساً وأنا صغير، فأنا دلوقتي مبسوط وأهو بتدرب وهسافر يعني، عايز أطلع أبقى مشهور وأبقى لعيب وأبقى في مكان حلو، مركز حلو ودرجة حلوة، مثلاً ريال مدريد. انضميت للفريق عشان حبيتهم واخدت عليهم لما دخلت معاهم، واتبسطت جدا لما انا سمعت ان احنا هنروح روسيا. انا نفسي في حلمي ابقى محاميه وادافع عن المظلومين. انا مبسوط ان انا هنا مع الفريق دوت، وبفتخر ان انا مع الفريق دوت، وبفتخر كمان ان انا جزء من الفريق دوت، وبفتكر كمان ان انا مصري وطالعين بره نلعب في روسيا كاس العالم، وانا مبسوط ان انا معاهم وقعدنا فتره بنتدرب هنا لمده 3 شهور. طبعا انا فرحانه ان انا مسافره روسيا وهلعب كره قدم مع اصحابي، وباذن الله انا هنكسب ونشرف مصر في كاس العالم. انا بحب الكره جدا وان شاء الله هسافر روسيا تاني، انا اصلا سافرت مره وهسافر تاني برضو، وبسطت جدا. انا اصلا ما كنتش بعرف العب كوره، بس لما لقيت بقى بابا وداني مؤسسه ولما لقيت البنات بيلعبوا فروحت واتعلمت. انا نفسي ابقى زي اليكس مورجان اللي بتلعب في برشلونه. انا حارس المرمى بتاع الفريق، وان شاء الله نطلع كاس العالم وهنعمل ناخد البطوله باذن الله، وانا مبسوط مع الفرقه وجاي من فتره قليله بس انا انبسطت معاهم جدا. ان شاء الله انا يعني طموحي ان انا ما العبش في مصر، طموحي ان انا العب بره مش في مصر بس. Yeah.
ممكن تلخص لي تاني، احنا اشتغلنا مع المنتخب او كنا معاكم قبل ما تسافروا البرازيل في 2014، وده كان من احب الحاجات لقلبنا. ممكن تلخص لنا تاني فكره منتخب اطفال بلا بأوى وكاس العالم اللي بتعمل؟ احنا كانت بدايتنا في 2014، وكانت بدايتنا ان احنا من من بنجمع فرقه من خلال المؤسسات، احب مؤسسات الرعايه، مؤسسات الرعايه، واحب اشكرهم. معانا انا المصري وبناتي وفيس، وهما كانوا بيساعدونا جدا ان هما يجيبوا لنا الابطال بس، وبنبتدي نجمع فريق. الفريق ده بندخله بنطلع فيه بطوله، ودي بيسموها بطوله كاس العالم لابطال الشوارع. بتشوفوا الناس اللي بتحب كره القدم ولا لا مش مهم؟ يعني انتوا بتدخلوهم وبعد كده اللي بيثبت كفاءه بيستمر؟ مش مهم في الاول، احنا بنشتغل على المهارات بس، اهم حاجه بتبقى بالنسبه لنا الاخلاق، وزياده عليها بعد كده نظبط المهارات وازاي بتبتدي تتعاملوا مع بعض كتطوير كفرقه عامه. السن بقى بتشترطوا سن؟ السن من 14 ل 16 سنه. يعني اقل من 14 مش مقبول؟ لا، ممكن لو موهبه بس. طبعا الاولويه بتروح للي عنده 14 و16 سنه، عشان يعني مثلا في عندنا اولاد كانوا هنا عندهم اقل من 14 كانوا في 2014 ودلوقتي بقوا معانا. الاساس في الموضوع انه الحق الاطفال في المؤسسات بنشاط محترم يحميهم من حاجات كتيره قوي، ويخلي دايما معاهم نماذج يشوفوا نفسهم فيها في المستقبل. بالظبط، ده ملخص الفكره. بالظبط، بيحصل لهم اعاده تاهيل من غير الرياضه. هو انه احلى القعده في المؤسسه، النشاط في المؤسسه، ولا الكوره اللي بتروح تتدربوا عليها؟ احنا فكره ان احنا نطلع بره المكان، فاللي هو بنحس براحه شويه. انت شكلك عايز تطلع من المؤسسه باي شكل. اكيد. لا احكوا لي التفاصيل، كل واحد يقول لي ليه بتحبوا النشاط ده. انا بحب الكوره. انا ممكن تكون موهبه الكوره، هي رياضه برضو، كوره ورياضه نفس. هو انتوا في المؤسسات مش بتلعبوا؟ لا، بنلعب عند الملعب. بس مش زي دي. طيب قولوا لي كده، تدريباتكم بتبقى عباره عن ايه؟ فيتنس. والاول كنا مثلا ممكن نتدرب راكت تنس، ودلوقتي في حمام سباحه وهاندبول باسكت. طب انتوا عارفين انه الناس اللي بتدربكم او اللي بتشتغل في الموضوع ده هي ناس يعني مش في دماغهم الربح، هما بيعملوا ده زي ما بيقولوا نشاط خيري. عارفين ايه نشاط خيري؟ يعني هما عايزين يسعدوكم، عايزينكم تبقوا مبسوطين. عارفين الموضوع ده ولا لا؟ فاكرين انه ولا مفكرتوش فيه اصلا؟ انا فكرت برضه اللي هم جايين عشان يبسطونا وكده، من ناحيه ثانيه فكرت اللي هم مطلعنا اللي هو يعني نرجع بالكاس. نتبسط بقى ما نتبسطش. فلما قعدت بقى شوف فكرت لما رجعت اللي كان عندنا، فقعدت فكرت، فعرفت بقى اللي احنا رايحين نتبسط. الكاس كده كده ما احنا بنخسره برضه عادي. لما نبقى نجيبه الاول بالمنتخب يعني نخسر نكسب عادي، يعني المهم ان نتبسط. هو كده كده اللعبه كله في نفس الوقت نحاول نكسب برضه في الكاس. طيب الناس اللي بتتعاملوا معاهم، مين اكتر حد بتحبوه انتوا في التدريبات؟ انا بحب كابتن خضر. كابتن خضر؟ انا بحب الكابتن كلها الصراحه. ها، وانتوا البنات؟ انا بحب كابتن نبوي. كابتن نبوي؟ نبوي. انا كابتن صبحي. ليه بقى بتحبوا الكباتن بتوعكم ليه؟ انا عن نفسي شايف ان هو حد كويس. كفايه معاملتهم لينا. ايوه بجد. ايوه ليه بيعملوكوا ازاي؟ وقت الجد كويس يعني، ما مش بيهزر في ساعات يعني، بره بنهزر عادي وبنقعد وبنضحك، لكن في التمرين عاوزنا نطلع حاجه كويسه. فبيشتغل جد. انا بحس ان احنا زينا زي اي حد، اللي هو مش معنى ان احنا في مؤسسه فنبقى مكتوم علينا شويه. التدريبات دي بتديكي يعني حريه، وبتديكي تعامل وتواصل مع اللي حواليكي، وبتبقى نشيط من يعني من الكوره، فيها رياضه يعني بتخلي الواحد يبقى نشيط، جسمه بيبقى حلو بدل ما واحد بيبقى كسلان وكده. انت رحتي مؤسسه وانت عندك كام سنه؟ انا 7 سنين. رحتي وانت 7 سنين يا غدا. مين اشهى واحد فيكم هنا في العديد؟ انت استنى بس. لا وريني ليك كده. مين اشقى؟ اتنين بقى.
اهو هم دول. دول اشقى اتنين. دنيا. انا لا دي اشقى واحد. دي اشقى واحد. دي اشقى واحد. طيب انا عايز اسالكم حاجات ملهاش علاقه بالمنتخب او بالتدريبات. انتوا بتتفرجوا هناك على التلفزيون ولا لا؟ ايه اكتر ممثل بتحبوه؟ انا اكتر ممثل سانسكار. مين؟ سانسكار. هندي. هندي. انا بحب سانسكار. هندي. بتفرج على فيلم هندي. برافو. بحب محمد هنيدي وعادل امام. محمد هنيدي وعادل امام بحبه. تامر حسني. مايكل جاكسون. الله يرحمه بقى. طب في حد تاني بيحب ممثلين؟ او احمد عز. انت بتحب احمد عز؟ واحمد السقا برضه. واحمد السقا. انا محمد رمضان واحمد السقا. محمد رمضان واحمد السقا يعني. وعمرو الثياب. طيب انا بس عايزه اقول لحضراتكم حاجه. من اربع سنين تقريبا، اربع سنين بالظبط مع انطلاقه البرنامج ده، عرفنا انه في ناس كويسين قوي في مصر قلبهم وعقلهم يعني شايف ان هم ممكن يعملوا حاجه للاطفال دول، ومعظم اللي بيشتغلوا او القائمين على المشروع ده يعني او اللي انشاوه كان لهم اصلا بيزنس، يعني اللي بيشتغلوا في البنوك، اللي بيشتغلوا في مؤسسات تانية، انما حسوا انه ده نشاط لازم يعملوه. وكان في حلقه كنا طلعنا منها كواليس الحلقه، وكان في ولد قدكم كده كان اسمه بودي. بودي كان معانا. وقد ايه كان هو حد كده كان بريء قوي، كان عنده براءه كبيره لدرجه ان المذيعه اللي هي انا اتاثرت جدا يوميها وما قدرتش امسك نفسي من العياط. ايضا انت شفت الحلقه دي؟ انا سمعت عنها. ما كنتش قادره اتوقع كم كتله البراءه اللي كانت قدامي اللي لقيت حد يحتضنها ويلعب معاه. رجل اعمال او بزنس مان؟ هو واحد او لعيب كوره. طيب هو عايز تبقى بزنس حاجه عليا بضحك عشان اولا حباك جدا. على ايه؟ يا بيزنس مان يا رجل اعمال. الاثنين واحد. انا عارفه. طيب لا، بيزنس مان في ايه؟ يعني عندك تخيل كده ولا؟ عندي اهو. انا عاوز اطلع رجل اعمال. علشان حابب اعمل مشروعات وحاجات يعني لبلدي، واسافر برضو الدول برضو التانيه، واعمل برضو فيها حاجات كتير. والناس تعرفني يعني عشان ايه؟ اكون قدمت خير واعمل حاجات كتير هنا في مصر واخليها موجوده على طول، وفي البلاد اللي بره برضو اعمل فيها حاجات كتير وتكون موجوده على طول، علشان اكون دايماني على طول، عشان لو مت الناس تفتكرني. انا بجد محتاجه منديل. ساعات ليه؟ هقول لك يا سيدي انا عيطت ليه. هجاوب عليك يا بودي. يمكن عشان تخيلت للحظة أو لفترة تخيلت إنه أي حد مكانكم، لو ولادنا أو أنا، كانت عندي البداية القاسية دي، يمكن أبقى كره كل حاجة حواليا، ويمكن أكون شايفة إنه ان انا اتحرمت من حاجات كان ممكن اخدها لو اللي حواليا كويسين. بس انا شايفاكم بتحبوا اللي حواليكم. في كلمه في العربي اسمها ضغينه، مش عارفه اخدتوها في القراءه ولا لا. ضغينه دي يعني انت تبقى عندك ضيق او كاره اللي حواليك او غضب. نعم. قسوه. قسوه او تبقى متضايق من اللي قدامك ومن اللي حواليك، بس انتوا ما عندكوش ده. بودي
بودي كبر وبقى فوق السن. انما الحقيقه اللي انا عرفته انه جات له دعوه من مونديال روسيا عشان يروح معاهم. يروح بقى كايه؟ من المنظمين. من المنظمين. يعني بودي الزغنون ده اللي كان بيلعب زيهم بقى واحد من المنظمين وجات له دعوه رسميه من مونديال اطفال بلا مأوى في موسكو. انا بقى عايزه اشوف بودي بعد 4 سنين، عايزه اشوف الطفل اللي خطفني واثرني وقال حاجات كتيره جدا حلوه بعد 4 سنين. تعرف كده وحشتني موت. انت مش بعمل حاجه قد ايه؟ اتفضل يا بودي. ما اتغيرتش كتير يا بودي، طولت طبعا. طولت شويه. قول لي بقى، انت خلصت كوره وايه اللي حصل؟ انا خلصت كوره، اهتميت شويه بالدراسه. طبعا ما بقتش اتدرب زي الاول عشان دلوقتي في ثالثه اعدادي. و هي ثالثه اعدادي بقى لسه شهاده ولا غيروها ولا عملوا فيها ايه؟ شهاده. لسه مش شهاده؟ لا شهاده. شهاده بس كل شويه غيروا. شهاده، فانت مركز اكتر في المذاكره. فطبعا كان نفسي اسافر. فانا دعيت ربنا وربنا استجاب لي. ما كنتش متوقع ان هي تيجي كده، بس يعني انا عشان دعيت ربنا وربنا بيحبني فهو استجاب لي. انت دلوقتي عندك كام سنه يا بودي؟ انا 18. عندك 18، فانت بقيت فوق السن خلاص صح. هما بقى دولك جابوا لك دعوه انك تبقى من يعني من المنظمين، من الخريجين. من الخريجين. ايه بقى ايه المهام اللي هتعملها بقى؟ هتروح تتفرج بس ولا هتنظم حاجه ولا هتعمل ايه؟ انا لما اروح هناك طبعا هما يقولوا لي المهام اللي انا المفروض اعمله. يعني هو موديني كسفير للاطفال كلهم اللي عندهم مروا بظروف صعبه. مش هينفع اقول طبعا اطفال الشوارع، لكن اقول الاطفال اللي مروا بظروف صعبه انا اكون سفير ليهم يعني وقدوه. هم قالوا لي كده. ونعم القدوه يا بودي. لسه عندك الحلم يا بودي ان انت تبقى رجل اعمال كبير ويبقى عندك فلوس؟ طبعا انا يعني لسه متمسك بالحلم ده يعني، وثقتي في ربنا كبيره. بس طبعا انا عارف ان كل واحد مش هيحقق كل حاجه بنفسه، اكيد محتاج مساعده يعني. بس انا عايز حد بقى يشجعني ويقف معايا يقف جنبي لان خلصت يعني الحلم ده. انت لسه قدامك يعني تخلص الاعداديه ولسه هيبقى عندك 3 سنين ثانوي وبعد كده جامعه، يعني قدامك زي ما بيقولوا وقت كتير يعني، الايام والعمر كله قدامك ان شاء الله تحقق حلمك. تعرف ان المقطع ده اتشاف كتير قوي يا بودي، يعني مش انا بس اللي حسيت ان انت حاجه كويسه، كل اللي شاف المقطع ده حاسه قد ايه ان انت حاجه كويسه. يعني العيب مش فيا قصدي يعني. ده حاجه حلوه. طيب قولي بقى الاجيال الجديده دول الفرق ما بينهم وما بينكم ايه؟ الفرق ما بينهم شايفهم اشقياء اكتر ولا ملتزمين اكتر؟ طيبين اكتر ولا اشرار اكتر؟ لا كلنا. انا حاسه ان البنات اشقى من الولاد بكتير. دي اشقى واحده الله يسامحك. يا سلام. لا كلهم صحابي وكويسين ويعني طيبين وزينا بالظبط. يعني نفسهم في حاجات حلوه يعملوها ونفسهم برضو يسافروا ويجربوا تجربه جديده، وهم من حقهم يعني الفرص دي حلوه. انت لسه في المؤسسه ولا خرجت خلاص؟ لا لسه. لسه في المؤسسه. تخرج وانت 18 سنه ولا تخرج وانت كام سنه؟ الله اعلم مش عارف. لا مش في قانون يعني، هي مش في حاجه بتنظم خروجهم من المؤسسه ولا لا؟ هو قانون 19. لكن هو لو عنده حلم وكويس في الدراسه بيساعدوه بيخلوه يعني بيساعدوه. زي يوسف اللي سافر البرازيل. يوسف. بيساعدوه ازاي يعني؟ خلوه يعني يساعدوه ان هم يخلوه ولا يمشوه؟ لا يساعدوه بيقعدوه يشغلوه يعني هو حد كويس. بيشتغل في نفس المكان. لا مش لازم في نفس المكان يعني. يوسف اللي كان معانا في الفرقه قبل كده كان بيشتغل. يوسف ده كان جميل. مش يوسف ده بتاع نجيب محفوظ؟ لا ده كان خالد. ده في حد فاكر افهمني كده وقال خالد. لي خالد. خالد خالد ده كان كمان مبهر. فيوسف كان معاهم وبعد كده كان هم ساعدوه ودوه يشتغل في ريستورنت بره معروف،
وبعد كده خلص الفتره كده بعدين دخل الجيش هو دلوقتي في الجيش ومكمل حياته عادي. وخالد فين؟ خالد عايش حياته يعني هو خرج بس استقل. معتمد على نفسه بقى خلاص بيشتغل في مبيعات يعني انا الحقيقه انا مبسوطه جدا من الـ من الـ من الولاد ومن اللي مشرفين عليهم كمان. طيب عايز اسالكم يا بودي انتوا بقى طبعا ما سافرتوش قبل كده دي اول مره هتسافروا. انت سافرتي قبل كده؟ رحتي فين؟ روسيا. انت روحتي روسيا؟ امتى ده؟ الشهر 10 اللي فات. ليه؟ عشان العب كوره. الله مش انتوا لسه هتسافروا ده انتوا بعد الحلقه دي بيومين ثلاثه هتسافروا صح؟ انما انت سافرتي ليه قبلها؟ علشان العب. كان عندنا دوره تدريبيه على قصه دوره كاس العالم فبعملوا بعتوا لنا دعوه فاخذنا فرقه وروحنا بيها. يعني بس دي دوره تدريبيه يعني حسنا راحت تستكشف قبل الشباب التانيين. طب ورجعت حكت لكم ايه بقى حسنا عن روسيا؟ بصراحه انا كنت اخذ فكره عنهم ان هم تنكين اللي هم عشان امامير شويه يعني مش شويه يعني كتير اللي هم لا بقى عشان احنا شعرهم اصفر بقى وبتاع وعينيهم ملونه. بس انا خدت فكره انهم وحشه بس انا ما عرفتهم يعني العكس بقى للشخص بقى انا كمان كنت محبوبه هناك جدا. فانت كنت فاكره ان الناس الروسيين دول تنكين وبتاع انما لقيتهم لطاف. مش روسيين بس يعني كنت فاكره كل الاجانب اصلا. بس فانا غيرت فكرتي لان هم لقيتهم اصلا تشجيعهم لينا كمان في الماتش كان بيحمسنا. بس احنا كنا الاول كنا تلاقي لعبنا كده بنجري ورا بعض فلما كنا بنطلع في الماتش احنا بنفضل نضحك احنا ما كناش بنعمل حاجه غير ان احنا بنضحك بس وناكل طبعا طبعا عشان اول مره فهم قعدوا يشجعوكم لحد ما كان الفرقه الثانيه الناس الثانيه كانوا بيشجعونا برده رغم ان هم كانوا المفروض يشجعوا فرقتنا كانوا بيشجعوا الاثنين وكانوا هم حبهم لينا احنا كان بيدينا حماس فعلا. طيب بودي احكي لي كنت بقول لك ايه الفرق ما بينهم وما بينكم لما كنتوا انتوا بتلعبوا في اللعب وفي الشخصيه وفي اللعب في اللعب بالنسبه للعب كمستوى يعني هم ممكن يكونوا احسن شويه والله لان هم متعاونين اكتر مع بعض ممكن يكونوا فاهمين اكتر بعض كده في ده خلوهم يعني تقدموا عنا في المستوى كلاعب والالتزام والالتزام برضو ملتزمين برضو زينا بالظبط بس ممكن هم ما يكونوا اكتر التزام كمان ايه ده والله بقولك الصراحه طب كويس طب ده احنا برضو كنا ملتزمين بس انت بتقولي على اكتر يعني. طيب زي ما سالتهم المره اللي فاتت احلامهم ايه يعني انهم يطلعوا ايه لما يكبروا انا كمان عايز اسال واحد فيكم نفسه يطلع ايه لما يكبر نفسي اطلع مهندسه ديكور مهندسه ديكور مش حاطه حلم معين يعني انا مش عارفه بقى ايه لسه مش عارفه كابتن كوره يعني انت عايزه تكملي في الكوره بس عايزه اكون بقى في كابتن شخصي لا مش شخصي يعني كابتن معين عايزه اتعلم منه ده اللي هو موجود معايا لا مش فاهمه يعني في حد من المشرفين عليكوا عايزاه هو اللي يتولى تدريبك بس هو موجود معانا مين بقى كابتن نبوي فين كابتن نبوي اهلا يا كابتن نبوي اهلا ازاي حضرتك هي عايزاك تطلعها كابتن هي الدنيا شهية جدا ده باين ده مش محتاج ان حضرتك تقول طيب انت عايز تطلع ايه لما تكبر ان شاء الله انا نفسي اطلع لعيب كره في ريال مدريد في ريال مدريد مره واحده نفسي ما هو بس لان انا القدوة بتاعي هما اتنين محمد صلاح وكريستيانو بس انا نفسي ابقى مع كريستيانو ما انت بس على ما توصل يكون كريستيانو اعتزل بقى يعني ما هو اول حاجه بدخل في نادي ضعيف شويه لما بلون حلم بطلع لدرجه لغايه لما اوصل لحلم اللي انا نفسي فيه ده بره عايز تبقى في تلعب في ريال مدريد وجوه نفسي العب في الاهلي نفسك تلعب في الاهلي انت نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ لعيب كوره برضه لعيب كوره انا في ثلاث حاجات بس انا كنت محروق اللي انا اقولهم
فانا هقولهم اللي هو انا اول حاجه كان نفسي ان انا اطلع مغني وطبال وفي شغلنا اللي هي نجاره ديت انا مسك فيها من وانا صغير فلحد دلوقتي عايز اشتغلها وبحاولها. طب انا هقولك على حاجه عارف يا مجدي تسمع عن محمود شكوكو؟ محمود شكوكو ده واحد زمان يعني ايام الابيض واسود يعني كان مشهور قوي مغني وبتاع نجوات مشهور جدا جدا وكان اصلا نجار وهو كان بيعمل النجارة كان يقعد يغني وبعد كده يروح المسارح يصلح النجارة يقعد يغني وبعد كده بقى فنان كبير جدا جدا. لو دخلت على الانترنت وكتبت محمود شكوكو هتلاقي له اغاني مشهورة قوي وناس كتيرة تعرفها بتاع مونولوجات. فانت ممكن تعمل الاثنين، ممكن تحقق حلم النجارة وحلم الفن، يعني مش متعارضين يعني. طيب قولي يا بودي لو في اي فكرة عندك عايز تختم بيها اللقاء ده وتقولها، يعني مشكلة عندك عايز تقولها، حاجة بسطاك عايز تتكلم عليها، حاجة محيرك عايز تسأل فيها. ممكن اقول نصيحة. نصيحة لمين؟ لينا كلنا. ودي ممكن تكون اهم حاجة يعني بالنسبة لي، يعني ممكن تختلف يعني من كل شخص الاخر. يعني نصيحتي بصراحة ان كل الناس تقرب من ربنا، يعني دي اهم حاجة. قربت من ربنا ووصلت لدرجة كبيرة جدا من قربك لربنا هتعيش في حياتك مبسوط وفي اخرتك مبسوط. اشكرك يا قبل ما تسافروا انتوا خلاص يعني هتسافروا على طول وان شاء الله ان شاء الله تنبسطوا، اهم حاجه تحتكوا بناس تتعلموا منهم حاجات كويسه، تشوفوا حاجات جديده بالنسبه لكم، وده الاهم. هما بيعملوا على فكره المونديال عشان كده، هما بيعملوا ده مش عشان حد يكسب وحد ياخد الكاس، لا هما بيعملوه عشان خبراتكم تبقى خبرات حلوه وجميله ومش وحشه، مش خبرات بايخه ووحشه في الدنيا دي. اتفضل يا استاذ محمد. هي نفس القصة، هي بالنسبة لنا احنا يعني ان شاء الله عايزين نكمل عشان الإيجابية اللي موجودة في كل حتة، إيجابية بالنسبة للولاد قد ايه هما بيستفادوا، إيجابية بالنسبة للمؤسسات، وإيجابية بالنسبة لينا احنا كمان عشان ده اللي قلبنا فيه وده اللي احنا مكملين عشانه. قد ايه بتبقى حاسس انك فخور وكل القائمين معاك؟ انا فاكرة منهم كريم، فاكرة محمد، يعني فاكرة شخصيات كتيرة كانوا معانا. قد ايه بتحسوا بالرضا لما بتشوفوا الولاد زي الفل؟ مع ان هما كان ممكن يبقى فيه سكه سيئه، الحمد لله هما دخلوا سكه حلوه. بيبقى عندكم قد ايه احساس بالرضا يا استاذ محمد؟ وهو والله هو ده اللي بيخلينا نكمل، ده اللي احنا بنشوفه مبسوطين، وده اللي بيخلينا ان احنا السنه اللي بعديها واللي بعديها عايزين نبتدي نحسن ونظبط حاجات اكتر بكتير عشان نبتدي نقدر نساعدهم اكتر. منتخب اطفال بلا مأوى او ابطال الشوارع، ابطال الشوارع المونديال بتاعهم هيكون بعد ايام، يعني مع اذاعه الحلقه دي هيكونوا هما سافروا صح؟ هيبتدي يوم كام؟ هيبتدي يوم 10. يوم 10. بنتمنى لكم التوفيق مش بس في المونديال انما كمان في حياتكم كلها. وانا عارفه اللي بيتحط في اول السكه الصح ان شاء الله باذن واحد احد بيكمل السكه كلها صح. تبقى سكتكم حلوه، تبقى سكتكم نظيفه، تبقى سكتكم توصلكم لمكان محترم وجميل وما تبقوش اقل من اي حد ابدا. بودي، حسناء، عبادة، دنيا، إسلام، أحمد ومجدي، بشكركم شكر جزيل وبشكر كل المنتخب بتاعكم ولاد وبنات، واشكرك يا أستاذ محمد.